وهم بيصلوا لقيتهم في آخر الصلاة بيطلبوا هما الاتنين: يا رب لو عاوز تاخدنا الليلة يا ريت تاخدنا، احنا منتظرين نبقى معاك في السما فوق. فأنا استغربت وقلت العيال ليه بقت بتكره حياتها كده وهما لسه صغيرين أوي كده. أنا متجوزة ليا 10 سنين وجوزي على طول بيخاصمني، وأنا تعبت مش عارفة أعمل إيه، وأنا كنت بتعالج من توتر الأعصاب أكتر من 2 سنين وحاليا بطلت العلاج. عندي خوف شديد من الموت، بيوترني لما يجيني الخوف ده. بتمنى تشوف سؤالي وترد عليا. أنا شفت سؤالك وبرد عليك. تشوفي ليه جوزك بيخصمك على طول؟ هل في مشكلة بينك وبينه؟ هل انت بتتعبيه بطريقة معينة؟ هل انت بتزني عليه جامد في حاجة معينة؟ هل انت مثلا مش محافظة على نظافة البيت؟ هل انت مش بتطبخي له ولا تأكليه؟ هل انت مش بتاخدي بالك منه؟ ايه السبب الاساسي في الخصام؟ دخلي حد من الاباء الكهنة معاكي يشوف ايه الموضوع ويصلح بينكو على قد ما تقدري. بالنسبة للخوف من الموت، مع يعني انا عاوزك ما تخافيش من الموت، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس برضو انا مش بحب ابدا ولادنا ولاد ربنا يكونوا بيخافوا من الموت. يقولك ليس هو موت بل هو انتقال، يعني واحد بينتقل من مكان لمكان. فالموت ما بيخوفش، الموت عبارة عن واحد يروح السماء، ولما روح السماء بقى فرحان بيسوع وبالقديسين وكده. كان في 2 ولاد كده صغيرين كنت معهم في بيتهم برا مصر يعني في دولة، وهم بيصلوا لقيتهم في آخر الصلاة بيطلبوا هما الاتنين: يا رب لو عاوز تاخدنا الليلة يا ريت تاخدنا، احنا منتظرين نبقى معاك في السماء فوق. فأنا استغربت وقلت العيال ليه بقت بتكره حياتها كده وهم لسه صغيرين أوي كده. تاني يوم الصبح قبل ما يروحوا المدرسة لقيتهم بيصلوا نفس الصلاة وبيقولوا له: يا رب يسوع لو عاوز تاخدنا واحنا في المدرسة يا ريت تاخدنا، احنا منتظرين اللحظة اللي نبقى فيها معاك. والولد التاني قال له: اه بس ما تاخدناش واحنا في الفسحة عشان يلعب شوية يزرولنا. فلما سألت اهلهم قلت لهم: ازاي الولاد بيصلوا؟ علمتوا الولاد الصلوة دي؟ قالوا لي: معلمناهمش، احنا كنا خايفين جدو او تيتا من اي طرف يطلع السماء والولاد يجيلهم شوك او يتأثروا، فابتدينا نحكي لهم عن السماء والأبدية وفيها ايه. حبوا السماء جدا وحبوا الأبدية وبقوا يصلوا على طول ان هم نفسهم يطلعوا السماء. فانا عاوزك ما تخافيش من الموت، انما عشان عدو الخير لو عارف كده هيبتدي يزود عليك الجرعة ويوترك اكتر واكتر. قولي: ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن.